قام أحد أصدقائي بسرقة أغراض بسيطة من أحد المنازل، وبعد مدة تأسف وندم على عمله علما أنه غير محتاج إليها، واحتفظ بها وطلب مني أن أقوم بترجيعها إلى مكانها مع العلم أن أهلها لم يعلموا أنها سرقت، ويقول أخاف يراني أحد منهم. فذهبت بالأغراض، وأثناء وضعي لها بالمنزل رآني أحد الأولاد وأنا قريب لهم صلة القرابة، فقال لأبيه رأيت فلان يريد أن يسرق، فصدقه والده وأنا لم آتي لمنزلهم إلا لترجيع الأغراض التي سرقها صديقي، فكرهني صاحب المنزل ورأيت منه بعض الأفعال التي تدل على اتهامه لي، فهل أقول له عن سبب دخولي إلى المنزل وأبين من سرق الأغراض، أم أهجره وأدعه يظن بي ظن سوء؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. يا أخ عين صاد صاد من عيون الجواء، تقول إن لك صديقا وأنه هجم على بعض البيوت وأخذ منها بعض الأغراض البسيطة مع أنه غير محتاج إليها، ولكن بداعي من الشيطان، فأسف على ما فعل وأخبرك بما حصل منه وطلب منك إعادة هذه الأغراض، وفعلا قمت بإعادة هذه الأغراض، غير أن أحد أولاد صاحب الأغراض رآك وأخبر والده وظنوا أنك جئت للسرقة، فجفاك والده وهو أحد أقاربك وظانا أنك جئت للسرقة، فهل تخبره بما حصل؟ الأولى نعم أنك تخبره، إلا أنك لا تخبره بالسارق، تقول شخص أخذ منكم كذا وكذا وجئت لإعادته، فأنا لم أكن سارق وأعوذ بالله أن أكون كذلك، وتزيل ما في قلبه من الوسوسة والشك لا مانع، وتخبره بالواقع، إلا أن صديقك الذي سرق ينبغي أن تستر عليه وألا تخبر به أحد، ما دام أنه تاب إلى الله ورد ما أخذ بداعي ما قام في قلبه من الخوف من الله وخشية أن الله يحاسبه عن ذلك يوم القيامة، فأنت بين لقريبك أسباب دخولك لبيته وهو إعادة ما سرق منه الذي لم يدري عنه ولم يشعر، إلا أنك لا تخبره بعين السارق، لا تخبره، لأن الرجل تاب والله يتوب على من تاب.